لوحة تختصر تاريخ طاجكستان، لكنها وإن كانت تتصدر مدخل المكتبة الوطنية في دوشنبه إلا أنها لا تكشف تاريخ لغة هذا البلد. في قاعة المخطوطات الطاجيكية التي فتحت لكاميرا العربي تتكشف القصة. الفارسية بالخط العربي كانت لغة طاجكستان حتى قبل 100 عام. في طاجكستان كل العالم، كل الباحث الذي يريد أن يعرف ثقافة أو حضارة بلده عليه أن يعرف أو يستطيع قراءة هذه المخطوطات العربية. أوائل عشرينيات القرن الماضي باتت طاجكستان واحدة من 15 جمهورية شكلت الاتحاد السوفيتي السابق. فرضت الروسية لغة رسمية وتراجعت الفارسية الطاجيكية، صفحة فتحت باب التغيير لغويا وتاريخيا. لكن بين رفوف الكتب لا تخفى الحقيقة. عام 1929 فرض الخط اللاتيني. صراع السياسة واللغة استمر، وبعد 10 سنوات باتت الفارسية الطاجيكية تكتب بالخط السيريليكي. أكثر الكتب التي يتم طلبها هي باللغة الطاجيكية، خاصة التاريخ والشعر. حراك ثقافي شعبي لغوي كبير شهدته طاجكستان مع انهيار الاتحاد السوفيتي. على إثره عادت الطاجيكية مجددا بخطيها العربي والسيريليكي لغة رسمية للبلاد. لكن بعيدا عن الهوى الشعبي ربما، بقيت السياسة اللاعب الأهم في لغة الطاجيك. عام 2004 ألغي الخط العربي، كما ألغيت تسمية اللغة بالفارسية. خلال أقل من 100 عام تغير الخط في طاجكستان 3 مرات. اليوم اللغة الطاجيكية بالخط السيريليكي هي اللغة الرسمية، وإذا ما تمكنت من قراءتها ستعثر على الكثير من الكلمات العربية أو الفارسية. حازم كلاس، العربي، دوشنبه.